من العاصمة المالية باماكو ينضم إلينا محمد ناجي مراسل الغد للاطلاع على آخر التطورات في مالي. محمد، بداية، هل تأكد خبر إفراج السلطات عن الرئيس ورئيس الوزراء المؤقتين؟ نعم لارا، لم يتأكد هذا الخبر بشكل رسمي، لكن المؤسسات أو الوسائل الإعلام المحلية المالية قالت بأن الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء سيتم الإفراج عنهما ضمن مجموعة المعتقلين السابقين في الثكنة العسكرية، وسيتم إطلاق سراحهم بالتفاوت. لكن على الأبرز ما ورد في بيان أصدرته حركة 5 يونيو، والتي تمثل القوى الحية في مالي، والتي أسهمت سابقا عبر حراكها في إسقاط الرئيس المالي الأسبق إبراهيم أبو بكر كيتا، قالت في بيان أنها ستخرج في مسيرات للمطالبة بما قالت إنه تصحيح أو مطالب لتصحيح المسار. هذه الحركة أيضا في بيانها، ولعل هذا هو الأبرز حاليا في مالي، قالت بأنها سبق وأن راسلت الرئيس الانتقالي المطاح به ووزيره الأول، وعرضت عليهما الشراكة من أجل تأمين مرور البلاد بالمرحلة الانتقالية، لكنهما رفضا ذلك. وهذا يعني ضمنيا بحسب الماليين أن عودة الرئيس الانتقالي السابق إلى سدة الحكم أو الوزير الأول السابق أو العودة إلى التشكيل الوزاري الذي سبب الخلاف هو أصبح أمرا متجاوزا. هذه الحركة لم تعلن التاريخ الذي ستنزل فيه عبر هذه المسيرات التي أشارت إليها ووضحت عنها في بيانها، لكنها أي هذه الحركة أي 5 من يونيو أكدت في البيان أنها ستنزل من أجل المطالبة بتصحيح المسار. الأوساط المحلية تتحدث أو تشير إلى أن الرئيس الانتقالي السابق ووزيره الأول تم إطلاق سراحهما، لكن لم يعلن الأمر بشكل رسمي. الشارع المالي ينتظر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة. كثيرون هنا يرون أن هذه بداية خريف ساخن في مالي، وهو الفصل الذي تشد فيه درجة الحرارة بشكل كبير. في مالي درجة الحرارة حاليا تصل إلى حدود 45 أو 46، وهذا ينبئ بهذا الخريف السياسي الساخن. من جهة يسعى الماليون إلى أن تكون المرحلة الانتقالية المقبلة أو المرحلة الانتقالية الحالية هي مرحلة أمان وتأمين وعبور البلاد إلى المرحلة المقبلة. نائب رئيس المجلس الانتقالي كان قد أكد أن المرحلة الانتقالية سيتم احترامها في العام 2022 حتى تنتهي، ومن ثم ستقام انتخابات مدنية. لكن كثيرون يشككون في أن العسكريين أي الانقلابيين السابقين وعاصم غويتا الذي يترأس الآن فعلي أو عمليا يترأس البلاد، بأن العسكر ربما يخططون لمرحلة مقبلة لم يتم الإفصاح عنها. هذا هو المشهد بشكل عام في رمته. مالي تعيش أوضاع طبيعية بالنسبة للماليين، لكن الكثير لديهم مخاوف مما ستسير إليه البلاد في المرحلة المقبلة، خاصة وأنهم على ضوء احتجاجات مسيرات تقودها حركة 5 من يونيو، ولا يعرف كثيرون إلى ما يمكن أن تسفر عنه هذه الاحتجاجات، وما إذا كانت ستلبى مطالبها من أجل تصحيح هذا المسار، أم أن ستشهد البلاد المزيد من المراوغات والتداول. شكرا جزيلا لك من العاصمة المالية باماكو، محمد ناجي مراسل الغد.